هاي يا حلوين، كيف اخباركم؟ انا مريضه، عندي برد، ماني قادره اتنفس من خشمي. اكيد حترسلوا لي وصفاتكم الحين، كل واحد حيتبرع يقول لي جنجر وليمون وما ادري ايش وخربيط وكل هذا، ما له داعي على فكره، ما ادري، بس تحسون وتعورون معدتكم وهذا هو. كل هذا ما له، هذا قبل كويس، بس يجيك الفيروس خلاص، الفيروس يبغى له وقت معين بعدين يقول لك سالو باي باي. ذكرت شغله ذيك اليوم، واحده من يعني هي كذا احد يعني ساعات وقليلين الحمد لله، يعني انا محظوظه ان الغثيثين في حياتي قليلين الحمد لله. يعني فتجيك واحده مثلا كنت مسويه شعري رافعتها، على الحين بوريكم الصوره، رافعتها في برنامج، تقول لي شعرك تعبان، لو تغمقيه احسن، لو تقصيه ما ادري ايش، لو كان اشتغلت فجاه كوافيره وصارت خبيره شعر ومكياج فجأة، وهي جالسة على السناب فجأة ولا على الانستغرام فجأة صارت خبيرة، خريجة فرنسا، معاهد فرنسا، وصارت تعطي رأيها في شعري. فودي هذه أشوف، يعني أنا ودي اللي يرسلوا والله العظيم لو يطلعونا مثلا في انستغرام أو في سناب شات، وهذا خاصية إن اللي يعلق تطلع صورته وتكون صورة حقيقية، يعني ما في مجال، يعني وهو يتكلم أصلا الفيديو مفتوح عليه وهو يتكلم، والله العظيم بتكون أحلى شيء ساعتها، والله ثلاث أرباعنا بيرتاحوا من هالتعليقات الغثيثة قسما بالله. يعني الواحد بيعتبر نفسه مثلا، نحن الفنانين أو البلوجرز وهذا بنعتبر نفسنا عندنا شوية خبرة، نحن نبدي رأينا بالقصص الخاصة بالموضة والقصص الخاصة بالإطلالات والدادا، يعني الواحد لو حمار مع الخبرة بيكتسب، بيفهم شوية، يعني شوية ها هالقد. ومع هذا عمرنا ما نعلق على أحد أبدا، لا والله قص شعرك ما ادري ايش، قص شعرك كذا دا ولا مره يعني. فهذول استغرب عليهم، عارف اللي يتكلموا، فامنيه حياتي يعني هذه مطالبه مني لسناب شات والانستغرام، نزلوا لنا خاصيه تفتح الكاميرا على اللي يعلق تعليق سلبي، يعني تفتحها على طول، حيلاقونها حلوه، يحط صوره مثلا كيم كارداشيان على الكاميرا، يلصقوها كده، عارفين صوره كيم كارداشيان عشان ما تبين مين اللي يتكلم. يلا هذه من الناس اللي تجيك، يعني اللي يقولون لك خبراء التجميل اللي يطلعوا فجأة، اي فالله يهديهم. بس وش بقول، يعني واضح ان السوشيال ميديا صارت منبر لناس قاعدين يمحوا ذنوبنا، والله العظيم احس انها طلعت علشان تمحي ذنوب ناس ثانية، فيلا كثروا منامج غلط. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك.